اول خطوه انا عملتها ان انا غسلت الليمون ده في كميه من الميه، ضفت عليها معلقه صغيره من الخل ونقعته فيها لمده دقيقه او دقيقتين، وبعد كده صفيته ونشفته. والخطوه دي بتكون مهمه جدا عشان اتخلص من اي بكتيريا تكون موجوده في الليمون، وبتاكد بكده انه يكون نظيف ومعقم تماما. بعد بقى ما غسلت الليمون ونشفته هبتدي بقى دلوقتي اقشره عشان انا محتاجه للقشور بس. مع العلم بقى ان قشور الليمون بتكون غنيه جدا بفيتامين سي، حتى الفيتامين سي اللي بيكون موجود في القشور بيكون 5 اضعاف اللي موجود في الليمون نفسه. بشرت بقى كده خلاص الليمون، وزي ما انتم شايفين انا ببشر الجزء الاصفر بس من غير ما اوصل للجزء الابيض. ضفت بقى كده كل كميه بشر الليمون في الخلاط، وهضيف بقى عليها دلوقتي مقدار ربع كوبايه من ماء الورد. لو مش متوفر بقى عندك ماء الورد، او لو مش حابه انك تستخدميها، تستبدليه بربع كوبايه من الماء المقطره او الماء المغليه والمبرده، يعني بتغليها وتسيبها لغايه ما تبرد وبعد كده بتستخدميها. هخلط بقى دلوقتي بشر الليمون كويس جدا مع ماء الورد لغايه ما ينعم. خلطت بقى كده بشر الليمون كويس جدا مع ماء الورد لغايه ما بقى زي العصير بالشكل ده. باستخدام بقى مصفى تكون ضيقه هبتدي بقى اصفي عصير قشور الليمونه عشان عايزاه يبقى رايق جدا، ما يكونش فيه اي بوايا من قشور الليمون. صفيت بقى كده خلاص بشر الليمون، والبوايا اللي انا صفيتها دي انا مش بتخلص منها، دي بتضيف عليها معلقه صغيره من السكر الناعم او الحليب المجفف، وتفركي بيها الوجه وكامل الجسم. بتعمل على تفتيح وترطيب البشره بشكل فعال جدا، وكمان تقدري تستخدميها كمنظف للبشره قبل استخدام الكريم. وده بيكون بقى شكل العصير بعد ما صفيته، شايفين بقى رايق جدا ازاي، مفيهوش اي بواقي، وكمان بتكون له ريحه عطريه حلوه جدا. هضيف بقى دلوقتي على عصير قشور الليمون مقدار معلقه صغيره كده من نشا الذره، معلقه صغيره مش اكتر من كده. واول حاجه بقى هعملها ان انا هبتدي بس ادوبها كده في الاول على البارد، لازم ادوبها كويس كده في العصير قبل ما ارفعها على النار عشان يبقى الكريم ناعم ما يكونش فيه اي كتل. هدوبها بقى كويس. خلطت بقى النشا كده كويس مع العصير لغايه ما دابت تماما. هرفع بقى دلوقتي المكونات دي في حمام ميه سخنه على النار لغايه ما قوامها يتقل ويبقى زي الكريم. حمام الميه السخنه انك بتجيبي طبق وتحطي فيه كميه من الميه وترفعيه على النار، وبعد كده بتحطي فيه الطبق اللي فيه المكونات دي، وتسيبي بقى الميه لغايه ما تغلي، وتفضلي بقى تقلبي في المكونات دي باستمرار. اول ما بتلاحظي بقى ان قوامها ابتدى يتقل بترفعيها بقى على طول من على النار، وتقدري طبعا ترفعيها على النار مباشر، بس النار لازم تكون هاديه جدا لان المكونات دي ممكن تتحرق منك، بس الافضل يعني حمام الميه السخنه عشان تحافظي على فوائد المكونات. هرفعها بقى دلوقتي في حمام الميه السخنه وبعد كده نكمل ونشوف شكلها. رفعت بقى المكونات من حمام الميه السخنه بعد ما تماسكت وبقت زي الكريم بالشكل ده، شايفين بقى قوامها ناعمه جدا وكريميه ما فيهاش اي كتل، نتيجه الكريم هايله، كمان ريحته خرافيه، ريحته حلوه جدا. بكده خلاص الكريم بيكون جاهز. احتاج لزيت الليمون، وزيت الليمون ده انا عملته قبل كده في القناه بطريقه ناجحه جدا، هسيب لكم لينك الوصفه في صندوق الوصف، عملته بطريقه صحيحه هيكون محتفظ بلونه وريحته وكل فوائده. هضيف بقى دلوقتي على الكريم مقدار معلقه صغيره كده من زيت الليمون، ولو مش متوفر بقى عندك تقدري تستبدليه باي زيت تكون بترتاح معاه بشرتك او يكون متوفر عندك، بس اضافه زيت الليمون هتعزز جدا من فوائد الكريم، وكمان زيت الليمون ده بيكون فوائد بلا حصر للبشره. هبتدي بقى دلوقتي اخلط المكونات بقى للمره الاخيره لغايه ما بيندمج الزيت تماما مع الكريم. خلطت بقى كده خلاص المكونات، وده بيكون بقى الشكل النهائي للكريم، شايفين قوامه. وده بيكون بقى الشكل النهائي لكريم الليمون بعد ما ضفته في العلبة. طبعا لازم اضيفه في علبة تكون نظيفة، لازم اغسلها كويس جدا واجففها ما يكونش فيها ولا نقطة من المية عشان الكريم ما يفسدش، وبقفل بقى عليه العلبة واحتفظ بيه في التلاجة، هيكون صالح للاستخدام في التلاجة لمدة اسبوع واحد بس. فيفضل بقى ان انت تعملي كمية صغيرة قد اللي انا عملتها وتجدديها بقى بانتظام عشان تحافظي على صلاحيته وفعالية المكونات. نيجي بقى لطريقة استخدام الكريم. الكريم ده عشان تاخدي منه أفضل نتيجة لازم تستخدميه على بشرة تكون نظيفة، فلازم تغسلي بقى بشرتك كويس جدا وتجففيها، ويفضل كمان لو استخدمتي بواقي بشر الليمون اللي احنا صفيناها في الأول وتستخدميها برضو بنفس الطريقة اللي قلت عليها، هتكون سكراب هايل للوجه قبل استخدام الكريم على البشرة، سواء بقى للوجه أو لكامل الجسم، هتعمل على تنظيف البشرة وهتبقى مستعدة أو مهيئة إنها تستفيد كويس جدا بمكونات الكريم. بعد كده بقى هتاخدي من كريم الليمون وتفرديه على كامل الوجه وعلى الرقبه وعلى الايدين، وتقدري كمان تعملي منه كميه كبيره بنفس الطريقه وتستخدميه لكامل الجسم، نتايجه بتكون مذهله، وتركزي على الاماكن الداكنه في الجسم زي منطقه تحت الابطين او بين الفخذين، او حتى تقدري تستخدميه للمنطقه الحساسه وتركزي على الاماكن الاكواع والركب. بعد كده بقى هتدلكي الكريم بحركات خفيفه باطراف اصابع ايديكي لمده دقيقه او دقيقتين، وهتسيبيه بقى على البشره لمده نص ساعه. لو استخدمتيه بقى لكامل الجسم هتسيبيه لمده ساعه كامله لغايه ما يبتدي يجف تماما. بعد كده بقى تغسليه في الاول بالميه الدافيه وبعدها بالميه البارده، وبعدها ترشي بشرتك بماء الورده، وممكن ترطبيها بزيت الورده او زيت اللوز الحلو.
الدوام بقى على استخدام كريم الليمون بنفس الطريقه دي للوجه وكامل الجسم مرتين بس في الاسبوع تكون كافيه جدا، ولو حبيتي بقى تفتحي كامل الجسم ممكن تستخدميه من 3 ل 4 مرات. مع المداومه بقى والانتظام على استخدام كريم الليمون نتائجه بتكون مذهله. طبعا الليمون كلنا عارفين ان المكون ده بيكون سحري في تفتيح البشره وتبييضها، لانه بيكون غني جدا بفيتامين سي اللي بيفتح البشره، كمان بيجدد الخلايا فبيكون مضاد للتجاعيد والخطوط الرفيعه، وبيحافظ على شباب بشرتك الدايم، وبيقضي على البقع الداكنه والتصبغات الجلديه مع مداومه استخدامه. كمان هو بيكون مضاد للبكتيريا فبيطهر المسام، فبيعالج بقى الحبوب وحب الشباب والبثور واثرها الموجوده على البشره. وكمان بيكون مفيد جدا لاصحاب البشره الدهنيه لانه بيخلصك من الافرازات الدهنيه الزايده على البشره. وفوق كده كمان لو استخدمتيه بقى لكامل الجسم بيكون مضاد للبكتيريا زي ما قلت، فبيخلصك من الروائح الغير مستحبه زي ريحه العرق في منطقه تحت الابطين وبين الفخذين، وكمان هيفتحها، يعني هيكون مبيض ومرطب ومفتح وكمان معقم، وكمان هيعطر الجسم بريحه حلوه جدا لانه بيحتوي على قشور الليمون، والقشور دي بتكون ليها ريحه عطريه حلوه جدا. الملحوظه الوحيده بس على كريم الليمون ان هو ما يصلحش خالص لاصحاب البشره الحساسه، لان الليمون من الحاجات اللي بتسبب تهيج واحمرار للبشره الحساسه، فيستبدلوا بقى الليمون بالبرتقان ويستخدموا برده كل الخطوات، الكريم برده هيكون فعال جدا. وكريم البرتقان انا عملته برده بنفس الطريقه على القناه، هسيب لكم لينك الوصف في صندوق الوصف للي يحب يشوفه. وبكده هنكون بمكون كلنا بنرميه وهو قشور الليمون عملنا وصفه ليها فعل السحر على البشره، من افضل الوصفات الغنيه جدا بفيتامين سي اللي بتفتح البشره وتبيضها. عملنا كريم الليمون هيفتح الوجه وكامل الجسم والمنطقه الحساسه وكمان الاماكن الداكنه، وفوق كده كمان هيعطر الجسم بريحه حلوه جدا. واتمنى طبعا ان تكون وصفتي النهارده عجبتكم، لو عجبتكم متنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من وصفاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.